السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف العاشر من فرع طه. الآن سوف نتطرق إلى درس جديد، الوحدة السادسة، المعنون هكذا لقي الله عمر. طبعا نلاحظ هنا أنه تم تقديم المفعول به على الفاعل، لقي عمر الله. طبعا هذا الدرس يمثل المسرحية، والمسرحية هي يعني نريد هنا قبل أن نتعمق في الدرس أن نبين أهداف هذا الدرس المطلوبة من الطالب. نريد من الطالب أن يعرف المسرحية وأن يستنتج الفكرة العامة من المسرحية، وأن يحلل الطالب العناصر الرئيسية للمسرحية، وأن يذوق الطالب قيمة التسامح في داخله. طبعا كاتب المسرحية كما تشاهدون علي ابن أحمد ابن محمد باكثير، وهو كاتب يمني. حصل كما تشاهدون بين يدي النص، حصل علي ابن أحمد ابن محمد باكثير كاتب المسرحية اليمني، حصل على شهادة الليسانس، اللقب الجامعي الأول، البكالوريوس في الآداب قسم اللغة الإنجليزية. اشتغل بالتدريس ثم انتقل إلى العمل في وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصلحة الفنون، وظل يعمل في وزارة الثقافة حتى وافته المنية. باكثير علي ابن أحمد باكثير تنوع نتاج باكثير الأدبي بين الرواية والمسرحية الشعرية والنثرية. من أعماله الروائية وإسلاما والثائر الأحمر، وله كثير من المسرحيات التاريخية. هذه نقطة مهمة، المسرحية، ما نوع مسرحية هكذا لقي الله عمر؟ خيارات: ألف تاريخية، اجتماعية، باء جيم وطنية، أم دال أم فلسفية. طبعا الخيار الصحيح أن مسرحية هكذا لقي الله عمر هي مسرحية تاريخية. منها المسرحية، منها المجموعة المسرحية هكذا لقي الله عمر، وهي مسرحية تاريخية. فكرة المسرحية هي التسامح والعفو عند المقدرة، وهذا ما رأيناه في شخصية الخليفة عمر ابن عبد العزيز عند مسامحته لخادمه غصين الذي دس له السم في الحساء كما تشاهدون هنا. ومسرحية هكذا لقي الله عمر يسرد فيها باكثير اللحظات الأخيرة لعمر ابن عبد العزيز. لاحظ كلمة لعمر
اللام حرف جر، وعمر اسم مجرور باللام وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة. لماذا؟ لأن عمر اسم ممنوع من الصرف، أي الصرف التنوين، لا ينون ويجر بالفتحة عوضا عن الكسرة لعلتين: العلمية، وأنه على وزن فعل. إذن ومسرحية هكذا لقي الله عمر يسرد فيها بكثير اللحظات الأخيرة لعمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الثامن، ويبين كيف عفى عن خادمه غصين الذي دس له السم في الحساء وقبض الثمن. فهنا فأظهر الكاتب باكثير من خلال هذه المسرحية الجانب الأخلاقي المتسامح لهذا الخليفة الذي عفى عن خادمه غصين، وهذا الجانب الأخلاقي لا نجده إلا في صفوة الصحابة والصالحين. إذا فكرة المسرحية أصبحت واضحة، هي التسامح والعفو عند المقدرة، وهذا ما رأيناه بشكل جلي وواضح في شخصية الخليفة عمر بن عبد العزيز عند مسامحته لخادمه غصين الذي دس له السم في الحساء. طبعا المسرحية نأتي إلى تعريفها: المسرحية هي فن أدبي نثري أو شعري قائم على الحوار بين الشخصيات، والشخصيات قد تكون شخصيات أساسية وقد تكون شخصيات ثانوية. والمسرحية غالبا ما تكتب لتمثل على خشبة المسرح أمام جمهور، والمسرحية تتناول قصة أو فكرة يؤديها ممثلون على شكل حوار. وهناك كما في القصة عناصر القصة، هناك عناصر فنية للمسرحية، فهناك الشخصيات مثل شخصية الخليفة عمر بن عبد العزيز وزوجة الخليفة فاطمة ومسلمة عمر وفاطمة، وأيضا العنصر الثاني من عناصر المسرحية المكان، منزل أو قصر الخليفة عمر ابن عبد العزيز، وهذه المسرحية لها إطار زمني: العصر الأموي في عهد خلافة عمر ابن عبد العزيز. وأيضا العنصر الرابع من عناصر المسرحية الحوار، وهنا بالحوار هنا حوار خارجي بين شخصيات المسرحية، وقد يكون حوار داخلي متمثل في شخصية غصين وندم غصين على دس السم للخليفة، وهناك العقدة دس السم في الحساء واعتراف غصين بذلك، وهناك العنصر الأخير من عناصر المسرحية الحل. الحل مسامحة الخليفة للخادم غصين والعفو عنه. نلاحظ
هنا في القصيدة، في عفوا المسرحية الموجودة في صفحة 81، نلاحظ هنا مسلمة، عمر، فاطمة. طبعا هذه أدوار يقوم بها كل من مسلمة وعمر وفاطمة، ولكن نحن لسنا في الصف كي أقوم بتوزيع هذه الأدوار على الطلاب. سأحاول أن أقرأ ما تيسر وأتناول بالشرح والتحليل. تبع معي عزيز الطالب: عمر ابن عبد العزيز على فراش مرضه وهو يجود بنفسه، وعنده زوجه فاطمة وأخوها مسلمة ابن عبد الملك. إذن هنا عمر يحتضر وهو يجود بنفسه، بمعنى هو على فراش الموت كما تشاهدون في هذه الصورة. هذا الشخص الواقف هو مسلمة، وهذه زوجة الخليفة فاطمة. مسلمة: ألا تذكر يا أمير المؤمنين من أسقاك الحساء ذلك اليوم؟ من؟ أسلوب استفهام. أسقاك الحساء، الحساء بمعنى الشوربة، ذلك اليوم. عمر وبالكاد يخرج صوته يقول: لا أذكر إلا أنني شربته فكأنما أشرب الرصاص الذائب. يعني هنا هذا الحساء كان مسمما. فاطمة زوجة الخليفة تقول: لا أحد يسقي أمير المؤمنين غيري وغير حصين خادمه، خادم الخليفة. عمر: حشاك يا فاطمة وحشاه. طبعا الخليفة هنا لا يتهم أحدا، وحشاك بمعنى تنزهت عن فعل هذا الشيء وهو دس السم في الحساء، ويقول: إنه ليحبني وأحبه. علاقة حب ما بين الخليفة وخادمه قصي. مسلمة: لعل أحدا دفعه إلى ذلك يا أمير المؤمنين. عمر: لا تقل يا مسلمة ما ليس لك به علم. أي قول عمر زي لا زي مثل لا تقف ما ليس لك به علم، وكأنها كلمات مقتبسة من القرآن الكريم، وهذا ما نسميه بالطناس. مسلمة: لقد رابني وجوم الغلام من يومئذ. وجوم كما تشاهدون في المعجم هنا سكوت وصمت من غضب أو خوف. فاطمة: أجل، تصادق على ما قاله مسلمة. لم يعد غصين كما كان من قبل، اختلف في تصرفاته. عمر: سبحان الله، إنه ليأسى لمرض مولاه. هو حزين بسبب مرض مولاه. بحياتي عليكما لا يرين منكما أنكما تتهمانه. مسلمة: كلا يا أمير المؤمنين. كلا يا أمير المؤمنين أسلوب نداء المنادى، هو أميرة وهو مضاف، والمؤمنين مضاف إليه، ونوع المنادى هنا
هو مضاف، ما أريناه شيئا من ذلك. عمر عسى أن يكون قد أحس بما يجول في قلوبكم فركبه من جراء ذلك خوف علي به يا فاطمة، بمعنى علي احضريه لعلي أزيل ما بقلبي. فاطمة تعود هو ذا غصين يا أمير المؤمنين، ماثل بين يديك. عمر ادخل يا غصين، هل لكما، طبعا عمر يقول هل لكما أن تتركاني وحدي مع غصين بشكل منفرد، مسلمة حبا وكرامة يا أمير المؤمنين. يخرج مسلمة وفاطمة، عمر يهدئ من روع غصين، يقول له لا تخف يا غصين، لا ناهية، تخف فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون. هلم ابن مني أولا تسأل عن حالي، هلم بمعنى أقبل، أقبل اسم فعل أمر، ابن فعل أمر، مني اقترب مني. ويقول له ممازحا أولا تسأل عن حالي يا رجل. غصين في أسى ظاهر حزن، كيف حالك اليوم يا أمير المؤمنين، أسلوب استفهام، هذا فيما يتعلق بالصفحة الأولى. أما بالنسبة إلى الصفحة الثانية، عمر الحمد لله أجدني اليوم أقرب إلى الآخرة مني إلى الدنيا. هنا نلاحظ الآخرة، الدنيا، المحسن البديع هو طباق. غصين الخادم يطفر الدمع من عينيه، بمعنى روقت عيناه بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. عمر ويحك ماذا يبكيك يا غصين، أسلوب استفهام. غصين الخادم وددت لو أن الذي بك كان بي من المرض. عمر يقول مؤمنا بقضاء الله، يقول إن لكل منا أجلا لا يعدوه، وإني لقادم على رب كريم فجدير بمن يحبني ألا يشفق علي من خير. أولا تحبني يا غصين؟ غصين الإجابة قطعية، بلى ومؤكد بالقسم، والله يا أمير المؤمنين. عمر أسلوب استفهام، فهل لك أن تحلني من كل إساءة ربما وليس أكيد أسأتها إليك دون أن أعلم؟ لاحظ كرم الأخلاق. غصين ينشج باكيا، بمعنى هنا نلاحظ يغص بالبكاء من غير انتحاب، حنانيك يا أمير المؤمنين، عطفك. أنا اعتراف، أنا المسيء إليك وإنك المحسن المتفضل، المحسن المتفضل، أحسن يحسن، محسن اسم فاعل وكذلك الأمر، تفضل يتفضل، متفضل اسم فاعل.
تبا بمعنى هلاكا لي، تبا لي أبد الدهر. أنا، عن هذا الكلام لحصين، أنا أستحق القتل، مرهم بقتلي فإني أستحق القتل. عمر مشفق على خادمه، اخفض صوتك اخفضه من أجلي. حصين بصوت خافض، اغفر لي يا أمير المؤمنين، اغفر لي. الخليفة عمر، الله وحده ولي المغفرة، ولكني مسامحك ومحلك من حقي إذا أنت صدقتني الحديث. حصين، إي والله يا أمير المؤمنين، لأصدقنك القول ولا أخفي عنك شيئا. عمر، اخفض صوتك. حصين يقول: أنا الشقي الأبعد، هنا يعترف: قد دسست أخفيت وضعت لك السم في الحساء. عمر: قد علمت يا حصين يوم أسقيته لي. قد حرف تحقيق. حصين مستنكرا مستعجبا: علمت ذلك ولم تكلمني إلا اليوم؟ عمر: وما كنت لأكلمك. هناك إضاءة، هذه اللام يقال لها لام الجحود، وهي، والجحود أشد أنواع الإنكار، وتكون مسبوقة بكان أو مشتقاتها المنفية. عمر، طبعا بعد لام الجحود فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام الجحود. عمر: وما كنت لأكلمك لولا محبتي لك وإشفاقي عليك من عذاب يوم القيامة. وعلى هذه الوتيرة في قراءة المسرحية، طلاب الأعزاء، طلاب العاشر قاء، تكملون، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.